بالعافية، شلونكم؟ صبحكم الله بالخير. اليوم بنتكلم عن الكبر والزنك، اللي هو النحاس والزنك. ليش ما يصير ناخذهم مع بعض؟ وإذا خذيناهم مع بعض، يلا هذه الحلقة راح نفهم تفاصيل وايد حلوة وراح تفيدنا. عندنا الزنك والنحاس. الزنك والنحاس توأم. يعني شنو؟ يعني شابهم بعض، توأم. التوأم هذول عندهم بيت واحد. البيت هذا إذا شاف النحاس داش يبطل الباب، يدش النحاس يتسكر. أما الزنك يدش خلاص بس راحت عليك. وإذا صار العكس، يا الزنك قبل النحاس، النحاس دش، فيا يدش يا هذا يا هذا، ما يصير يدشون اثنيناتهم. ليش؟ لأن عندهم باب واحد. شو نسوي إحنا؟ نفرقهم. مرة النحاس مثلا يدش الصبح والزنك يدش بالليل، أو نسوي العكس. نفترض خذينا الزنك والنحاس، زين المستقبل منو ياخذ اسرع، الزنك ولا النحاس؟ اللي يوصل قبل. زين اللي يوصل قبل منو؟ انا باعتقادي النحاس مو الزنك. ليش؟ شوفوا، ما شفت انا ابحاث علميه ولا معلومات، يمكن فيه والله ما ادري للامانه، ولكن دائما شيء افكر فيها اقول الجسم راح اللي راح يوصل اسرع حق المستقبل اللي هو النحاس مو الزنك. ليش؟ لان الزنك يحتاج حمض معدة قوي عشان ينهضم. إذا كان حمض معدتك مو قوي، الزنك ما راح ينهضم. فهني شنو؟ يجي النحاس أسرع، والنحاس راح يشتغل أسرع. ليش؟ لأن في بالجسم ناقل بروتيني خاص للنحاس. شنو اسمه؟ أمس شنو قلت لكم؟ حفظوا الكلمة. سيروبلازمين. السيروبلازمين هذا شنو؟ هذا ناقل للكبر للنحاس، فراح يشتغل أسرع. واضح ولا لا؟ ودائما نسمع إن الجسم يحتاج الزنك أكثر من النحاس. يعني مثلا الزنك لازم يكون أكثر من النحاس. الجسم يحتاج النحاس ولكن كمية بسيطة، يمكن 1-2-3. يعني حتى في ناس ما له داعي تأخذ تابلت إلا إذا تبتعزز شيء معين. دائما نحتاج الزنك أكثر. ليش؟ الزنك وايد له وظائف له علاقة بالكريات الدم البيضة. شنو يسوي فيها؟ يعززها ويقويها. وايضا شنو يسوي الزنك؟ حق الاظافر، حق الجلد، حق العظام، حق الهرمونات الجنسيه. وايد له وظايف الزنك، مو نفس النحاس. النحاس له وظايف ولكن مو كثر الزنك واهميته. عرفنا شلون؟ فدائما الجسم يحتاج كميه اكبر من الزنك اكثر من النحاس، فلازم ناخذ الزنك اكثر من النحاس. يعني ناخذ 30-25-40 الزنك، النحاس ناخذه 1-2-3 بس كافي. عرفنا؟ هذاك اكثر. عن النحاس، أبيك الحين لو معي كاميرا، أبيك صكي فيديو الحين، شيلي شي رفع الشاشة، دشي اليوتيوب كتبي زيادة النحاس. لما تكتبين باليوتيوب زيادة أعراض زيادة النحاس، شنو راح يطلع لك؟ أكثر الفيديوهات راح يطلعون لك أعراض نقص النحاس، مع أن أنت كاتبة زيادة النحاس، لأن نادر ما يرتفع النحاس، دائما يكون ناقص، دائما يكون ناقص النحاس. إنزين، ليش ما يرتفع النحاس وايد؟ أنا أقول لكم، لأن في ناقل له، يعني ما ينقط بالجسم كذي. الناقل شنو اسمه؟ ما يصير ما تعرفون. أنا والله قلت لكم، سيروبلازمين. هذا الناقل البروتيني هو اللي يمسك النحاس، ما يخليه يحر بالجسم. اللي ما يعرف هذا الناقل البروتيني اللي هو السيروبلازمين، إيش راح يقول؟ راح يقول إذا خذيت النحاس زيادة تروح تتراكم كبد، تتراكم بالمخ، تتراكم. هو ما عنده معلومات، ما يدري انه لا ناقل لا تكسي سيروبلازمين. نفس البي 12، شنو اسم البي 12؟ شنو الناقل ماله؟ ترانز كوبالامين. ممتاز. ونفس الناقل مال الكورتيزون، شو اسمه؟ ترانز كورتين. حفظوا، كورتين يعني كورتيزول، ترانز كوبالامين يعني. اما الكبر سيروبلازمين، عرفتوا؟ فيسترون الحقيقه واللحم مفيوح، فاحت ريحتهم وفاحت معلوماتهم. لا تجزم تقول لا النحاس يسبب أضرار، هو يسبب أضرار ولكن في حالات خاصة. ولكن لما تقول يسبب أعراض مثلا، اذكر الناقل، اذكره. إذا ما تذكر الناقل معناته أنت معلوماتك مو كافية، فأنت مو أخوي الغالي، أختي الغالية، ركزوا معي. أنا نفس أخوكم، أدري كل شوي يقول لكم ركزوني ركزوني. تدرون ليش؟ أبيكم تركزون على الأشياء الأساسية،
لأن إذا أنتوا استوعبتوا الأشياء الأساسية وحفظتوها، بعدين بظهري أي موضوع راح يقول لكم إياه يجيب مثلاً الاسم مثلاً الدقيق اللي قاعد أقول لكم حفظوا النواقل وكذي، راح تفهموا الموضوع بسرعة، أنتوا راح تعالجوا نفسكم. شفتوا النواقل اللي أنا ذكرتها، النواقل البروتينية اللي تنقل الحديد، ترانسفيرينوس وهيبتو وغلوبين، كلهم سولفت عنها. الشاطر حفظهم طبعاً. هذول من وين يطلعون؟ من الكبد. وإذا صار عندنا خلل بالكبد، يعني معنات النواقل هذول البروتينية يمكن ما راح يتصنعون. إنزين، يعني نضبط الكبد؟ إيه، الكبد أهم 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 عضو الكبد. والله العظيم من تضبط الكبد حياتك كلها تتغير. شنو قلنا على الكبد؟ سويت حلقة كاملة على الكبد، شوفوها تكفون. بقول لكم شيء، كل شوية عيدة صاير نفس الأم. كل شوية عيدة 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 عيدة. يا جماعة لما تخربطون برا، الدهون اللي بالأكل اللي برا كلها أوميجا 6 دهون نباتية، هذه تسوي التهابات بجسمنا. في شيء إذا دخلنا يطيح الأوميجا 6، يطيح. فإذا طاحت الأوميجا 6 التهابات ما في. شنو هو الأوميجا 3 يا جماعة؟ يعني شو نسوي إذا شفنا وجبة خربوطية تبين أن أوميجا 6 وراح فيها وجبة؟ ناخذ أوميجا 3، ناخذها. تغدينا خربوطية، ناخذ أوميجا 3. كلينا هم خربوطية، نفس الطريقة. عرفنا شلون؟ أما إذا شفت أكلك زين وفي دهون صحية، لا، أنت قيمها، أوكي؟ عشان مفاصلك لا تعورك، فيتامين دال يطيح، ومفاصلك والتهابات، كلها من الأوميجا 6 يا جماعة. عرفت شلون؟ شفت لما تدب وجبة وتخربط تنام تقعد تحس جسمك متعور؟ هذا مفول جسمك التهابات أوميجا